لأن المواقع الإلكترونية انتشرت كتير جدا، بدأت شركات صناعة الأنظمة بتوفير حلول سريعة لبناء المواقع الإلكترونية بتكلفة أقل وبأشكال كتير عشان تناسب كل الاحتياجات وبسرعة عالية جدا في إعداد وبناء المواقع. لكن في اختلافات جوهرية بتميز المواقع اليدوية عن المواقع الجاهزة، وده موضوع حلقتنا النهاردة. أعمل نيتف ويب سايت ولا تمبلت، ولا بدرجة أقل أشترك في منصة تديني موقع جواها؟ أهلا بكم في برنامج الوصف. المواقع الجاهزة بتوفر ثيمز كتير لا حصر لها، لكن هيفضل دايما محدود الخدمات وما تقدرش تعدل عليه، عكس الكود اليدوي اللي بيشتغل عليه مبرمج فرونت اند يعمل لك اللي انت عايزه بدون حدود، مع باك اند يترجم ده انه يشتغل ويعمل لك لوحة تحكم تناسب طبيعة شغلك. المواقع الجاهزة بتكون اصعب في التعديل على الاكواد لإضافة اي محتوى جديد، عكس المواقع اليدوية اللي تقدر تعدل على المحتوى بتاعها في اي وقت طول ما معاك الملف الخاص بالموقع. الخدمتين بيتيحوا خدمات إضافة مسارات الدفع البيمنت ميثود، لكن المواقع اليدوية بتبقى أكتر أمانا وحفاظا على سرية المعلومات. المواقع اليدوية أحسن وأدق في جمع المعلومات وعمليات القياس والمقارنة والتعديل، وتقدر تحفظ بيانات العملاء على السيرفرات الخارجية. المعلومات اللي ذكرتها لك دي هي معلومات بسيطة جدا حول أهمية إن موقعك يتبني يدويا من ناس محترفة عشان تضمن جودة كويسة وخدمات ملهاش حصر. المواقع اليدوية كمان بتكون أفضل بكتير في الـSEO. الاختيار الثالث انك تشترك في منصة تدي لك ويب سايت جواها، ده بقى مش هعلق عليه اصلا. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس لينك تفهموا بيه اكتر عن اهمية المواقع الالكترونية للتجارة والفرق ما بين الثلاث اختيارات اللي اتكلمنا عنهم في حلقتنا للحصول على الويب سايت الخاص بيك. كده وصلتنا خلصت النهاردة، بشكركم جدا، استنونا في وصلة جديدة، نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.